السلام عليكم وأسعد الله مساكم. لن تصدق ما حدث صباح اليوم للسيارة بولاية المسيلة ورعب الناس. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. نشر ناشط صورة للسيارة وقد ابتلعتها الأرض جراء انهيار جزء من الطريق المزدوج على مستوى حي النصر وسط مدينة المسيلة. ونشر ناشط صور أخرى على مستوى الطريق المجاور للعيادة يبين تضرر الطريق بشكل كبير، وهو ما يشكل خطر على مستعملي الطريق بولاية المسيلة. فالرجاء من الجهات المسؤولة التدخل السريع لتفادي وقوع كوارث جديدة وضمان سلامة الجميع.